بالسكند هاف عملنا ادجستمنت على الديفنس كثير مهم على البيك اند رولز تبعهم لانه كانوا عم يزون عليها شوي وعملنا يعني ديفنسيف افورت حطيناه مع الريباوند والترانزيشن اوفرز عطتنا فرق مهم والانسايد جيم اكيد مع حسان كان كثير افكتيف الحمد لله الفريق بلش يطلع طلعه منيحه تحسن مع بعض الديفنس تبعنا كثير منيح وصلت منيح اليوم بالاداء الدفاعي تبعنا وقت تلعب ديفنس منيح بيطلع لك اوبورتيونيتي كثير مهمه على الاوفرز